أو أنك تواكب بهاد الأحداث اللي كنعيشوها احنا كمغاربة وكمهنيين وكساكنة وكشباب ويعني من جميع الجوانب الاجتماعية بالأخص. عبد ربي رشيد خليف عضو المكتب المسير للمحطة الطرقية الكبيرة بالناظور، جمعية مالكي ومصغر لسيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، وعضو المكتب النقابي لفدرالية النقابات الديمقراطية إقليم الناظور. اولا كما قلت كنشكر الحق الاعلامي الناظور سيتي على هذا يعني هذه الالتفاته وهذه المواكبه ديال هذه الاحداث. بالنسبه لي انا شخصيا كنشوف بان هذه الزياده في الاسعار معقوله. علاش معقوله؟ لان الماده الاوليه في السوق العالميه كتعرف الارتفاع، طيب مزيان، ولكن كنواخذ على هذ المسؤولين وهذ الحكومه في العود. انا ما كنطلبوش يهبط لان ما غيهبط والو الاسعار، ولكن كنطلب منه انه يلتفت لهذا الشعب هذا، لهذا الشباب اللي معاطل على العمل. لان نعطيك مثال حي، 5 لتر الزيت كدير 100 درهم دابا، الى هبطها كاع ل 70 درهم غيتسمى شراء اسره كامله الشهر كامل ب 30 درهم. هذا ماشي حل، راه غيقول لك في العشيه شوفوا راه الزيت غتولي 70 درهم، كل شيء غيصفق وغيعجبوا الحال، ولكن ماشي حل هذا. الحل اللي كيبان لي في نظري داك اللي خدام ب 80 درهم يولي يشد 100 درهم. الا تزادتو 2000 فرانك في النهار راه غتزادوا في الشهر 1200 درهم، 1200 درهم ما غيحش بها الزياده اللي غتكون. هذه من جهه. بالنسبه لذاك الشباب اللي المسؤوليه ديالو على عاتق الحكومه، لان الحكومه فاش كانت يعني كتسعى باش توصل ذاك المنصب، من بين الشعارات ديالها انها غتخفف من البطاله، انها غتحسن الوضعيه، ما كاين حتى شي حاجه. انا ما كنقولش لك خلق لي منصب شغل هو نخدم، لا الا ما خدمتينيش خلصني، اعطيني لاكارت انا باش نمشي للكيشي، خلصني في الشوماج ديالي. ولكن كنواعدك انا كشاب يعني وباسم هاد الشباب، نهار نخدم وتلقى لي منصب شغل قطع لي 100 درهم في الشهر تنمشي عند الله، وما غيبقاش فيا الحال، لان ما غنسيش الخير ديال البلاد. وهاد الحكومه اللي تعاقبت على هاد البلاد هادي لان شافت الحال ديالي من اللي كنت انا باطل، يعني كنعيش البطاله. انا ما راه من المستحيلات ان تهبط الاسعار، هذه غير الانسان باش يكون يعني على بينه. ولكن كنطالبوا المسؤولين وسيرتو هذه الحكومه ديال اخ النوش، لان خاصها تلتزم بالشعارات اللي كان سبقت هضرت عليها. اشنا هي؟ هي التخفيف من البطاله ديال الشباب. حنا كنعانيو كمهنيين، كنعانيو كساكنه في نفس الوقت. علاش؟ انا ماشي مهاجر كنخدم في بلاد اخرى في الصيف غنهساك ديالي ومشي لبلادي، لا راه كنعاني انا كمهني وكنعاني كساكنه، لان ولادي كيركبوا في الطاكسي، كيركبوا في الطوبيس، ولادي كيمشوا للسوق كيتقداو، يعني المعاناه من جميع الجوانب. ولكن خاص تكون التفاته من السوق الاجتماعي اللي كتمثل ان الشوماج يتخلص كما كيتخلصوا الدول الاخرين، حيت الدول الاخرين ما كيعطوهمش من باطل، دايرين واحد السيستيم باش هاد الناس يعني ما يطيحوش في واحد الازمات. هاي كثرت دابا القتيله، كثرت السرقه، كثرت بزاف ديال الحوايج اللي كتعود على المجتمع والبلاد ديالنا يعني غير بالسوء، وكتعطي صوره سلبيه. حنا مثلا في مدينه ناظور هاي اليوم فقنا على واحد الجريمه، اخ قتل خوه. علاش؟ قتلوا على الماده، ما كاين حتى شي مشكل اخر. دابا حنا كمهنيين قطاع سيارات الاجره الكبيره بالناظور كان عانيو من الارتفاع المهول لسيارات المحروقات، ولكن كنطالبوا انهم ينهضوا يعني بالقدره الشرائيه ديال المواطن، حيث المواطن الا استفدت هو من الزياده في الاجور والشوماج هو تخلص. وتانا مثلا كانت زياده ديال 50% وزدت 50% غيتقبلوها مني الناس، ولكن ديك الحلول الترقيعيه كنرفضوها بتاتا بتاتا. الزيت الى دارت 100 درهم مرحبا، ولكن اللي كيتخلص ب 80 درهم وكنعاودها خاصك تعطيه 100 درهم في النهار. الى زدتي 20 درهم في النهار راه في الشهر كيستافد حتى هو 120000 فرانك، 120000 فرانك مشى لقى مطيشه زايده، لقى اللحم زيد، راه ما غيضروا حتى شي حاجه. وكنطلبوا من هاد الناس يوفوا بالوعود ديالهم، لانهم غاديين بهاد البلاد للهويه، لان انفجار راه يعني في اي وقت غادي يوقع. والسلام عليكم وتحياتي للحق الاعلامي.